من المعلومات المهمة اللي كشفها لينا هشام المصري هي إن الأم الواحدة من الأرانب بتحقق هامش ربح مجزي جداً لو اهتمينا بيها، ده بعد تكلفة الكهرباء والعمالة والسولار والعلف وغيرها من مدخلات الصناعة. وطبعاً هامش الربح بيزيد مع زيادة عدد البطون وكم الخلفات في البطن الواحدة، وبتوصل عنده لتمن وعشر خلفات، ولكن حساب الربح بشكل كامل بيكون في نهاية الدورة. طب لو ناس بتنتج أرانب، يعني عندها مشروع وبتنتج أرانب، تقدر تعدل لهم الشغل بحيث أنت تسوق بعد كده الإنتاج؟ طبعا نقول لحضرتك على حاجة ودي نقطة أنا عايز المربيين كلها أو المشاهدين كلها يمسكوا فيها، انتش كويس صدقني المستهلك، انا عندي بفضل الله في زباين مستهلكين مني لهم مباشر خلاف المحلات وخلاف اي عام. اولا بفضل الله انا بنحسبهم زي ما انا بنسلم للمحلات، طيب انا سلمته ب100 بفضل الله المستهلك بياخد مني النهارده ب100 برضه، لكن انا كهشام بفضل الله عز وجل عندي يعني عندي اداره كده في شغلي ان انا بنكسب زبون. طب من وجهه نظرك، من وجهه نظر الفنيات اللي اخد بالي منها كمربي أرانب؟ أولا بنلقح بدري شوية، الأم لو صحتها كويسة بنلقح بدري، بنكسب بطنة تانية بتعوض معاها البطنة دي. طب الأم وجعت معاها في الإنتاج، خلاص بيعها لحم أو دبحها أو استبعادها من المزرعة أكسب من وجودها في المزرعة، لأن هي لو عندي 100 أم 50 إنتاجهم ضعيف و50 إنتاجهم 100% برضو هنطلع خسران. وأنت من 49 ل 290 أم إزاي؟ عملتها ازاي دي؟ بص بفضل الله، دي خلفات ولا اشتريت سلالات من بره؟ لا انا ما عادش اشتريت سلالات من بره طبعا. انا بنعمل ايه؟ طب الذكور عندي مثلا عايز نغير دم، نغير للذكور بس. عندك كم ذكر هنا؟ انا عندي في المزرعه دي 35 ذكر على 290 ام. على 290 ام تمام. انا عندي بطاريه نخلي فيها خمس امهات وذكر واحد مثلا، احنا بنقوله بس يا ريت المربي يطلع بسبع خلفات بلاش 10 زي ما احنا مثلا بنقوله كده، يا ريت يطلع بسبع خلفات. طب طلع بسبع خلفات وحافظ عليهم زي ما حضرتك شفت الرضاعه وشفت الدنيا عامله ازاي واقعيه، مفيش ما بنضللوش حد بفضل ربنا، لو طلع بالانتاج ده كله صدقني لو باع ب 75 هيكسب، هو بيبيع ب 80 النهارده بيقول ده انا خسران وما بلمش نفسي، لانه عنده انتاج. الارانب انتاج مش سوق ولا سعر ولا اي حاجه، الارانب انتاج. ابدا المشروع ده ازاي؟ في الاول تبدا على حسب امكانيات المربي، يعني ولا اتعلم الاول في خمس ست امهات؟ ده اساسي طبعا. اللي عايز ينجح حضرتك يتعلم. طب انا عايز نكسب وعايز نشتغل وعايز نعمل مشروع كبير مثلا زي كده، ومثلا معايا 100,000 200,000 150,000 على حسب الرقم بتاعي، وعايز نعمل مشروع نقعد عليه اولا ما يقلش عن 50 ام. العلف اختاره ازاي؟ نشتري مثلا شكاره 2.5 طن زي ما يكون ونجرب على جزء من القطيع. طب مواصفاته اعلى كلبن كرضاعه كتحويل في الخلفات كالكلام ده كله، نقلب عليه واحده واحده تدريجي، مش كل ما واحد يقول عندي نوع علف نجري نجيب شكاره ولا نجيب نص طن ونقعد نقول ده الارنب هياكل هيبقى فيل. الام تعمل لك ربح قد ايه في سنه؟ في امهات بفضل الله دخلت لي في الشهر يعتبر ارقام، يعني مش عايز نقول ارقام حضرتك الناس تتخض منها، في وصلت معايا ل 300 و350 للام الواحده دي في الشهر الواحد. في دكاتره ساعدونا في موضوع مواجهه الاجهاد الحراري؟ ايوه طبعا. واللي بيحصل وقال لك تتعامل ازاي مع الارنب؟ طبعا بالحاجات بالمنتجات الطبيعيه ما فيش مشكله، عايز تتعامل بالتركيبات الطبيعيه الاعشاب ما فيش مشكله، تاخد بالوقايه ودي كويسه 10 على 10 احنا شغالين بيها برضو. عايز تشتغل يعني المركبات الحيويه ايا كانت هي طبيعيه او مثلا مصنعات زي رفع المناعه، انا بنستخدم انواع كتير، حتى حضرتك الفتره ديت بنحاول ان احنا ان شاء الله نستخدم المركبات الحيويه بتاعه الدكتور محمد فتحي سالم ان شاء الله. طب حلو. وهنتواصل معاه باذن الله ان احنا يعمل لنا تركيبات بالميه الخضراء طبعا، ماي فاكتور، لان انا ربيت عليها بط طبعا وكان 10 على 10 صراحه. طب انا بنعمل ايه؟ انا ما ينفعش ان انا النهارده نروح نجيب جيركن مثلا مركبات حيويه ونشتغل على المزرعه خبط كده واحده واحده، انا بناخد مثلا النهارده جربت في البط وحضرتك انت عارف ان انا جربت في 8 بطات النهارده ان شاء الله باذن الله انا يعتبر نعدوا ال 200 بطه. الله اكبر. يعني باذن الله نعدوا الكلام ده. كم كيلو البطه؟ يعني متوسط 3 كيلو 700. الله اكبر. في 57 ده وحش يا عم، انت مش طالع بطه. في 57 يوم. هشام انت دخلت هنا شراكه مع الشيخ عبد الهادي رأفت، مظبوط صح كده؟ راجل محترم قوي قابلناه هنا معاك. طبعا. اسس الشراكه ايه؟ اسس الشراكه، انت دخلت شراكه بعد برنامج جدعان؟ طبعا. قابلته وكلمته وقعدتوا مع بعض عملتوا عقود واشتغلتوا؟ دخلنا الحمد لله في شراكه اولا بالثقه والحمد لله، يعني بفضل الله هو الراجل واثق فيا واثق في شغله واثق في معاملتي. تاني بند اللهم لك الحمد والشكر انا بنحافظ على المال ده كانه مش مالي بس، مفيش حاجه اسمها مثلا ان معايا شريك بنتكل عليه ولا الكلام ده كله، احنا بنساعده بعض بنكتفوا بعض في المشروع. انت مسؤول عن ايه ومسؤول عن ايه؟ هو دخل معايا براس مال
والثقه بس، انما هو في بالنسبه للمشروع انت الخبره والموجود هو راس هو مش مجاله خالص. طبعا انا بالنسبه للارنب ده مجالي وده شغلي وده ادارتي. انا على فكره حتى مقيم في المزرعه هنا، مقيم في المزرعه يعني حتى عيلتي وشغلي. انا وانا داخل قلت لك ايه انت كده هتتفرج، احنا طبعا قلت لي 88% قاعد هنا، طبعا 90% قعدتي هنا. فانا النهارده بنكبر فيه، بنحاول نفتح اسواق جديده لنفسي. فدخلت على مثلا على الارنب، عندي انا تجارب عندي الاول، عملت منه كنظام التطيب بتاعه ازاي الشوي. دخلت مثلا على نظام ان شاء الله الكفته، طبعا هتعجب حضرتك باذن الله، يعني دي فكره ان شاء الله. خلاص هنتغدى معاك يا شيخ حبيبي، هنتغدى معاك يا شيخ. البرجر ان شاء الله، يعني بمعنى صح نشف الارنب ونشوفه المردود بتاعه قد ايه، هل مجزي ولا مش مجزي، هل مثلا بعد ما نشفيه الدنيا هتبقى رايحه فين. وحضرتك ما ينفعش مش اي ارنب نشفيه ونستخدمه، الارنب لازم يبقى ظهره كويس، جسمه كويس، وزنه محترم، يدي مع يقطع معايا ويدي معايا وزن تصافي اعلى. ما حاولتش تدخل السلاسل التجاريه؟ والله انا بنحاول، ارنب مذبوح مجمد او فريش الأول. هندرس الموضوع الاول نشوف ايه العقوبات اللي تجبني. طب الموضوع بقى مجزي وبقى شغال معايا زي المحلات اللي بره، هنشتغل معاه. في الشتاء بتنزل امتى وفي الصيف بتنزل امتى؟ يعني كل قد ايه بتنزل بقى؟ في الشتاء بفضل الله في المزرعه دي بننزله كل اسبوع، يعني بنخصصه يوم في الاسبوع. كل اسبوع بتاخد كم ارنب وتنزل سواه؟ بناخده 100 ارنب، 150 ارنب، 80 ارنب على حسب اللي احنا فيه ده. حسب في الصيف ده من 10 ايام ل 15 يوم. بتاخد قد ايه برضه؟ بناخده برضه نفس الكميه بفضل الله، 100 150 ارنب. لان مفيش حاجه اسمها موسم للارانب، في حاجه اسمها اداره للارانب وانتاج ومكان مجهز للارانب. خليني اسالك سؤال يا شباب. اتفضل. دلوقتي انا هاسس المشروع، واساس المشروع الامهات. طبعا رحت لحد زي حضرتك كده قلت له انا هاخد منك 50 ام. مزبوط. اختارهم ازاي الامهات بالذات؟ بالنسبه لحضرتك اللي انت جاي تشتري 50 ام من عندي، انت مش هينفع تختارهم. لو انا دخلتك مزرعتي تختارهم يبقى انا غشاش. طب ليه ازاي؟ ده المفروض ان كده الصح. قلت له الصح ان انا اضرب كل ام عندي في المزرعه انتاجها عامل ايه، نطلع من حضرتك. جيت لي مشكورا، قلت له انا واثق فيك وعايز منك 50 ام، 20 ام، 10 امهات، 5 امهات. انا بنخش مزرعتي اللي فايض من السلاله عندي او اللي انا مربيه سلاله نبيعه للناس، الارنب النظيف اللي هو اللي اشتغل سلاله معايا اديني انتاج، بناخده ونقول لك حضرتك خد ارنب اهوت وضعه كذا كذا واشتغل. تاني بند في ناس بتخش عندي هنا وقابلتني، وناس جت من عندي هنا طلبت مني ارانب عشار بس. طب ده بند عايز يكسب على طول، ده عايز يكسب على طول ومستعجل، عمره ما هيكسب من الارانب. يعني انا خسرت 40,000 50,000 بفضل الله، ممكن شهرين ثلاثه نكون معوضهم تاني بعدد وبومات وبريب. السوق يغلط معايا شويه تبقى الدنيا كويسه. انا قلت لحضرتك المره اللي فاتت في ناس قالت ان احنا مثلا ايه ناقصنا سلالات من بره، تمام حل كويس ومفيش مشكله. بس هو مش هو ده الحقيقه، دي مش مشكله، هي مش مشكلتها ان احنا ما عندناش ارانب، المشكله ان احنا ما عندناش مربيين تربي الارانب. طيب تخش على المربيين مثلا ترابط تاجر في السلاله مثلا، يشتري ارانب من عندي او يشتري ارانب من السوق ويسمينها ويعرضها سلالات ويبيعها للناس، كده هو بياخد ذنب الناس اللي بتشتغل بارنب، هو مش مضمون ولا هو عارف جودته ايه ولا وضعه ايه. يعني المزرعه اللي حضرتك شايفها دي النهارده فيها 290 ام 300 ام مثلا، انا ممكن النهارده نصفيهم على 100 ام و150 ام وكسبان مش خسران. الام اللي بتصعب عليا دي هتفجرني وهتخسرني في المزرعه. لو عندي سكينه على طول على السكينه طبعا، ماشي على البرجر الفترة اللي جاية دي، تمام؟ إن شاء الله.